هذا البرنامج الذي نتحدث من خلاله عن الكثير من العادات والتقاليد والموروث السقطري. يقول الخبراء أن أعمارها من 700 عام إلى 800 عام تقريبا. قال الآخر: إن فعلت ذلك لأجعلن البحر تنطلق حتى تطفو على جبل حواري. لا يمكن لأحد أن يرى سقطرى كاملة إلا من هذا المكان. لا تذكر سقطرى إلا وتذكر هذه الشجرة. أراد أن يستخدمها كعلاج للعين، فأفرغ شيء منها في عينه ففقد بصره. وهذه القرية وهذا المكان الآن يسمى إيهان مصبيحه. صور التكافل الاجتماعي أيضا في سقطرى ما يطلق عليه ملفت. من الأطعمة الشعبية التقليدية القديمة في سقطرى ما يطلق عليه مقدار. هذه المسميات الكثيرة والدقيقة والمختلفة تعطينا دلالة على أنه لتلك الجلود أهمية بالغة في حياة الإنسان السقطري. كل هذه الأمور سوف نتطرق إليها في حلقات هذا البرنامج بإذن الله. سطرة الأرض والإنسان يأتيكم في 7:25 دقيقة مساء ويعاد في الأوقات التالية. المهرية حكاية رمضان.